ما حكم من اقسم بالطلاق على ان شيئا ما قد حدث وهو يعلم انه لم يحدث علما بانه لم يكن يقصد الطلاق او ينويه؟ اذا حدث الطلاق على ان هذا حدث ليصدق ما قصد ايقاع الطلاق، ولن قصد ليصدق فقد اخطا او كذب وعليه التوبه الى الله وعليه كفاره جميع، لانه ما قصد ايقاع انما قصد ان يصدق او قصد ان يفعل هذا الفعل. قال عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي فلان أو فلان، عليه الطلاق أن تشتري هذا، عليه الطلاق أن تخرجي لكذا وكذا. قصده أمرها بهذا الشيء وتكليفها به وتخويفها، وليس قصد إيقاع الطلاق. هذا حكم اليمين في كفارة يمين على الصحيح في خلافنا، لكن هذا هو المختار. نعم، يعني إذا كذب يا كفر كفارة يمين، إذا كان كذبا في هذا قصده التصديق ليس قصد إيقاع الطلاق. أيوه. نعم. هذا خفف من جريدة مع فزنه ولعلنا نتكلم بهذا. لا نسيلة.